اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هنعمل مع بعض القلقاس بالخضره بطريقه سهله جدا وبسيطه وطعم بيكون زي الزبده. القلقاس دوت اللي انا خزنته معاكم في فيديو قبل كده وتخزينه حلو قوي وناجح جدا زي ما انتم شايفين. القلقاس مطلعاه من الفليزر لونه فاتح مسودش، وهنشوف كمان في التسويق اخباره ايه. بيبقى زي الزبده زي ما بقول لكم. كمان السلق ده برضو اللي انا خزنته معاكم في فيديو قبل كده، هنشوف النتيجة الاتنين في التسوية اخبارهم ايه عشان تشوفوها. القلقاس دوت انا هعمله النهاردة بشوربة البط. تقدروا تعملوه باي شوربة انتوا بتحبوها، شوربة طيور زي بط، وز، فراخ، او شوربة لحمة المتواجد عندكم واللي انتوا بتحبوه. عايزة اقول لكم على حاجة، انا القلقاس ده طلعته في الاول كده عشان اوريه لكم، لكن انا لما بسوي واسلق الطيور او اللحمه وبجهز الشوربه بطلع القلقاس ده من الفليزر على الحله على طول. يعني انا هشيل دلوقتي القلقاس ده والتاني في الفليزر لغايه ما نجهز الشوربه، اما السلق بسيبه بره لغايه لما يفك لانه متجمد زي ما انتم شايفينه كده. تعالوا نبتدي نعمل احلى شوربه لاحلى قلقاس. بصوا المكونات عشان تكونوا عارفينها، القلقاس والخضره، وطبعا القلقاس الكميه اللي انتوا عايزينها حسب افراد الاسره، ومعايا ثوم ولا لوري وفلفل اسمر وجوز الطيب وحبهان مطحونين على بعض وبصل والبط. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. اول حاجة جهزت مية في حلة زي ما انتوا شايفين وشغلت عليها النار لغاية لما المية غليت. هنبتدي دلوقتي ننزل بالبط. هو دكر البط انا قسمته اتنين علشان الحلة مش هتكفي كامل، اما لو انتوا حابينه زي ما هو كده والحلة هتكفي عندكم بنحط ايه البطاية زي ما هي. هنحط معاه برضو الحوايج بتاعته ديت، الرقب والجناحات والكبدة والقناص او زي ما احنا شايفين. وهننزل كمان بالبصل اللي احنا متقطعينه. وهننزل بالورق اللوري والفلفل الاسود والجوز الطيب والحبهان المطحون. ممكن الحاجات دي نحطها مش مطحونة زي ما بتحبوا المتواجد عندكم كده. تمام. هنغطي على البط لغاية لما يتسلق وبنشوف، لو احتاج مية بنزود وبنقلبه علشان برضو يكون مستوي من كل الجناب. واحنا طبعا لسه ما حطيناش الملح، الملح بنحطه اخر حاجه لما البط بيستوي. هغطي عليه زي ما انتم شايفين كده ونسيبه يتسلق، ولما يتسلق هنكمل. تعالوا نشوف اخبار البط ايه، استوى ولا لسه. احنا طبعا لسه ما حطيناش الملح، لو استوى هحط الملح ياخد غلوه وننشله من الشوربه. هو كده شكله استوى، اعرفه ازاي ان استوى بسكينه؟ بصوا بغرزها كده بتخش بكل سهوله، اعرف ان هو كده استوى، او بمعلقه. هحط الملح ياخد غلوه ونطلعه من الشوربه. كده البط اخد غلوه عشان لما حطينا الملح. هبتدي دلوقتي اشيل البط ده انشله من الشوربه علشان يبرد ويصفي الشوربه اللي فيه ونكمل سوا. اهو زي ما احنا شايفين هنشيل كده غل البط اهو واصفي منه الشوربه كويس اهو. كده طلعنا البط من الشوربه. الشوربه ديت كتيره، لو انا هعمل رز مثلا او هعمل لسان العصفور هعمل اي حاجه الشوربه دي بتنفع. هنقص كده من الشوربه علشان هعمل رز جنب القلقاس، لان الرز مع القلقاس بيكون طعمه حلو قوي. هشرب الرز بالشوربه دي، وبقيه الشوربه هنسوي فيها القلقاس. لو حابين تصفوا الشوربه من البصل اللي فيها
بتتصفى، مش حابين خلاص. انا بحب البصل برضو في الشوربه كده، بيدي طعم حلو اهو كده. تمام، اخدت الشوربه اللي انا محتاجاه اللي هعمل منها الرز. طلعت القلقاس من الفليزر وهبتدي احطه على طول وهو مجمد كده في الشوربه. زي ما احنا شايفين اهو، احط بس عليه شوربه كده اهو، هيفك في ثواني من التلج اللي فيه وهينزل في قلب الحله كله اهو. بصوا اهو زي ما انتم شايفين، القلقاس دوت ما احطوش كده بقى في الشوربه واسيبه، لا، اول ما يفك من بعضه بقلبه وباخد بالي منه، لان في قلقاس ما بياخدش سوى مجرد غلوه والتانيه بيكون استوى قوي، يعني اخد بالي علشان ما يستويش ويبقى ايه مستوي قوي ومالي الشوربه كده، يخلي الشوربه تخينه. احلى حاجه ان شوربه القلقاس تكون زي ما انتم شايفين خفيفه والقلقاس مستوي التسويه المظبوطه، يعني يكون طعمه كده حلو زي ما قلت لكم زي الزبده، وفي نفس الوقت ما يكونش مستوي قوي. هسيبه دقيقتين كده ونشوفه مع بعض. تعالوا نشوف القلقاس اخباره ايه. انا كنت كل دقيقتين كده بقلبه، هو استوى. بصوا القلقاسه زي ما هي متماسكه وكمان مستويه. اعرف منين انها استوت؟ بصوا بمعلقه كده وبضغط عليها اهي، استوت زي ما احنا شايفين. هطفي عليه ونكمل. طاسة وفيها سمنة على زيت يسخن، وهننزل نحمر البط الأول. زي ما احنا شايفين حمرت من الوش، قلبت الستر على الظهر، بنحمره من جميع الجناب اهو كده. تمام، البط اتحمر معايا واخد اللون الجميل دوت. اهو زي ما احنا شايفين كده تمام. في نفس السمنه والزيت هننزل بالسلق اللي هو للقلقاس. هنقلبها كده ونحمص البودرة كويس. كل لما نحمصها كويس كل ما هتبقى طعمها وريحتها حلو في القلقاس. زي ما احنا شايفين كده بنفضل نقلب فيها لغاية ما تتحمص وتاخد لون حلو. اهو كده تمام، زي ما احنا شايفين بنقلبها، هي بتاخد وقت شوية لغاية ما تتحمص، يعني مش تاخد لون كده غامق شوية نقول كده هي اتحمصت، لا. هوريكوا برضو نعرفها ازاي لما تتحمص. بصوا زي ما انتم شايفين بتتحمص اهي، اعرف ازاي انها اتحمصت، ان بحس ان هي بقت ناشفه شويه كده، ما بقتش لسه طريه. الخضره اللي هي السلق يعني والكزبره ولونها بيتغير، هي كده قربت. بصوا اللون اغمق شويه، عادي ما نقلقش. واحس ان هي بتخرفش شويه في الطاسه، يبقى كده اتحمصت. بص هي قربت، الخضره ديت اللي هو السلق يعني
بعد ما فك من التلج لو في ميه مكان التلج بنصفيه كويس وبنحطه في السمنه زي ما شفتوا كده لما حطيته علشان ما ياخدش وقت معانا في التحميص. زي ما احنا شايفين الخضره معانا اتحمصت كويس، حتى باين على شكلها، بصوا هي قلت اتشربت الميه كويس وكمان بتخرفش في الطاسه وريحتها طالعه حلوه. هنبتدي دلوقتي نحطها على القلقاس. اهو زي ما احنا شايفين هننزل بالخضره على القلقاس بالشكل اللي انتوا شايفينه اهي. بصوا اهي طول ما هي متحمصه كويس هتنزل كده على القلقاس. هنحس بصوا هي على الوش ولونها زي ما هو، ما مش لون اخضر، اللون حلو كده يعني لسه مش نيه، لا مستويه وحلوه. هنبتدي دلوقتي نحمر الثوم في نفس الطاسه، هننزل بزيت او سمنه حسب ما بنحب اهو بالشكل ده كده يسخن، وهننزل بالثوم، الثوم المفروم اهو، هنحمر الثوم كويس. هو ممكن تحمروا الثوم على الخضره بس علشان لو بنات صغيرة أول مرة تعمل القلقاس ممكن اللون يبقى أخضر أوي مش هتعرف إن الثوم اتحمر كويس، فالأفضل إن احنا نعمل نحمر ده لوحده ونحمر ده لوحده كده. الثوم أخد اللون الذهبي زي ما احنا شايفين، هننزل برضو على القلقاس كده تمام. هننزل بالثوم برضو زي ما احنا شايفين كده اهو. وهنقلبه اهو، بصوا بقى بالشكل ده احلى قلقاس واطعم قلقاس اهو. بصوا الخضره بقى من على الوش كده اهي. وكده خلصنا القلقاس، وكده زي ما انتم شايفين خلصنا القلقاس، طريقته سهلة وطعمه بيكون حكاية. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير، ولو اول مرة تشوفوا فيديوهاتي ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتختاروا الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد بنزله في قناتكم على اليوتيوب. اقول لكم سلام وانتظروا مني فيديو جديد.